اشتغلوا فين؟ مدحت، هو انت ما جالكش اي فيدباك من ناس مسافره؟ ده سؤال فعلا انا بيجي لي فيدباك ده، انا معظمنا في سن بعض، انا اكبر منك بكتير شويه، ان صحابنا اللي بيسافروا وبيهاجروا او شغالين في مشاريع او بيحضروا رساله ماجستير او دكتوراه بيرجع يقول لك انتوا عايشين مرفهين قوي، وانتوا بتعيشوا في بيوت كبيره، وانتوا مش عارفين الحياه هناك صعبه ازاي. فهل انت متخيل ان هتعرف تواكب الحياه اللي هناك لو انت فعلا، في ناس من اصدقائك بيقولوا كده، انا في ناس بيقولوا كده، ما اعرفش امل، ما اعرفش، عفوا، امنه ومروه ومحمود ممكن يكون رايهم ايه، بس في ناس ترجع تقول لك انتوا مرفهين، انتوا ايه العربيات اللي راكبينها دي؟ ايه الخروجات اللي بتخرجوها كل يوم؟ ايه السفر اللي بتسافروه ده؟ ايه الشقه الكبيره دي؟ انتوا مش فاهمين الناس هناك عايشه ازاي؟ ما بيحصلكش رد الفعل ده؟ بيحصل، وانا عشته. يعني انا عشت في غربه، يعني غربه في فتره في اوضه برضو. انا بتكلم على اوروبا تحديدا، ان هو اوروبا بالنسبه لي هتبقى مش حاجه جديده برضو، فكره ان هو الواحد يعيش في اوضه دي برضو هتبقى برضو بالنسبه لي هيكون افضل. ان برضو الاوضه دي برضو بالنسبه لي هتبقى مكان مجرد هنام فيه لحد ما اروح اشتغل. يعني هو فكره الشغل نفسه. اه بس انت عندك اسره. بالظبط. بس الاسره دي، ما هو برضو لو انا هنا، انا موجود هنا، انا هعيشهم قصدي ازاي؟ اسره يعني شركه في الحياه، فممكن انت تقبل بده كوضع، بس لسه اسرتك ممكن ما تقبلش بيه. بس خليني اقف هنا وهرجع لك في النقطه دي اوعدك، بس عايز اسال محمود سؤالي نفس القصه كولد كمان موجود معانا في طاوله الحوار. هل احنا عايشين مرفهين؟ هل انت المشروع بتاعك اللي هو المعمل والعمل فيدباك فعلا حقيقي كورك سبيس موجود في مصر، لو اتعمل في المانيا كان هيبقى عادي، بس في مصر ما بقاش عادي؟ فاهم قصدي؟ فاهم الميزه اللي بتكلم بحاول اقولها دي بشكل او باخر؟ كنت ممكن تعمله في المانيا وكان يبقى قبليه مثلا مشاريع قبل كانت عامله زي كتير، بس في مصر هو كانت حاجه منوره وباين ان في وراها شغل بجد لان ما كانش فيه زيها. هل دي تعتبر ميزه ولا ما بقتش ميزه خلاص؟ فاهم سؤالك، بس هو يعني هي السؤال هيرجعني لدرجه ان انا بتكلم على الحاجه اللي انا شايف ان هي فيها انوفيشن، هي معموله من زمان هناك، فده اللي فيه سخريه نوعا ما، ان انا عملت فكره صحيح جديده ومبادره وفاست موفر والكلام الجميل ده كله، بس هو في الاخر هي متاخره كتير عن اوروبا وغيرها من دول متقدمه. بس لو انا رجعت للسؤال ده، ان الناس اللي عايشه مرفهه، او انت عندك هنا بريفليجز مش سهل تاخدها هناك، او عندك مميزات هنا مش سهل تاخدها هناك، بس هي تريد اوف في مقابل ان انت مش بتاخد الحياه المرفهه دي هناك. انت بتبني في اسيت تاني زي ما انا متفق مع مدحت، هو جنب التعليم. يعني انت لو هناك في ميشن عشان تتعلم دراسه وترجع بيها ان انت تنمي بيها شركتك او شغلك او whatever شكلك عامل ازاي هنا في مصر، ده مقبول جدا. انا مع ان انت بتسعى ان انت تتعلم المعلومه الجديده والاب تو ديت في اي مكان في العالم، مش بس في المانيا او في اوروبا، بس المهم ده يكون لبيربس. بس صح، احنا هنا عندنا حياه ارخص، يعني معيشيا ارخص، وعندنا الفكره بتاعت البيوت الكبيره، وهناك كلها ستوديوز. او انا قعدت فتره في اوروبا كانت قصيره، بس اللي انا شفته ان هي مش سهل خالص ان انت تاخد المميزات اللي انت كنت متعود عليها في مصر دي هناك، لان انت واخد هناك مميزات اوريدي مش لاقيها هنا في مصر. فهي دي التريد اوف، انت هتروح هناك لازم تعمل تنازلات، او هتقعد هنا هيبقى عندك تنازلات، بس هي بترجع لكل واحد والبريوريتيز بتاعته او اولوياته. انت ايه اللي في التريد اوف دي ممكن تضحي بيه مقابل الحاجه الثانيه؟ هو ده السؤال اللي بيرجع لكل شخص تماما مختلف عن الثاني.